السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معكم ميس هبة رجب. النهاردة إن شاء الله سنة خمسة، معانا امتحان الكنيكت فايف، امتحان الإنجليش للترم الثاني 2024. طبعا في محافظات بدأت قبلنا الأسبوع اللي عدى، منها محافظة بورسعيد. فالنهاردة هنحل امتحان محافظة بورسعيد أهو يا ولاد، سكند ترم تيست 2023 2024 للترم الثاني 2023 2024 أهو بورسعيد. فده امتحان الاسبوع اللي عدى، امتحان محافظه بورسعيد، فنحله مع بعض النهارده عشان نتدرب عليه. يلا بينا سنه خمسه. وزي ما اتعودنا اول سؤال في الامتحان بيكون ايه يا ولاد؟ سؤال الليسننج، سؤال الاستماع. بيقول لي listen and circle the correct answer from A B C or D. وده عليه كام درجه يا ولاد؟ 6 ماركس، يعني كل واحده عليها درجه ونص. بنسمع نص الاستماع وبيكون عندنا من المنهج، تمام، وبنختار الاجابات الصحيحه. انا من غير ما اسمع نص الاستماع، ده الدرس بتاع الكسندريا، فهنعرف الإجابات بإذن الله. بيقول لي هدى has lived in not all her life. هدى has lived in not all her life. هدى كانت عايشة طول حياتها في فين؟ لوكسور، أسوان، ولا جيزة، ولا ألكسندريا؟ طبعا أنا بقول الدرس اللي بتاعي ولاد بتاع اسكندرية، يبقى ألكسندريا. هدى owns a lot in ألكسندريا. هدى كانت بتمتلك إيه في اسكندرية يا ولاد؟ شوب، محل، ريستورانت، مطعم، هوم، بيت، ولا بارك، حديقة. طبعا كان عندها يا ولاد ريستورانت، مطعم. بعد كده بيقول لي ازاي سيرف تراديشنال نوت فود، كانوا بيقدموا طعام ايه تقليدي؟ امريكان، امريكي، تشاينيز، صيني، ايجيبشن، مصري، ولا انجليش، انجليزي. طبعا يا ولاد ايجيبشن، تراديشنال ايجيبشن فود، طعام مصري تقليدي. بعد كده بيقول لي هدى بريفيرز تو باي هير انجريدينتس ات ذا ماركت ان ذا اولد، كانت بتفضل تشتري منتجاتها من السوق في ايه القديمة؟ فيليج، ولا تاون، ولا كانتري، ولا سيتي. طبعا كانت فين يا ولاد؟ في الاولد تاون، المدينه الايه القديمه. ده بالنسبه لسؤال الاستماع. السؤال الثاني سهل جدا، بيكون سؤال تشو ذا كوريكت انسر فروم اي بي سي اور دي. نمبر 1 بيقول لي ذا اوبوزيت، يعني عكس. ذا اوبوزيت يعني يا ولاد العكس. عايزين عكس كلمه سيف. طب سيف يعني امن، عكس امن ايه؟ unhappy، dangerous، ولا unfair، ولا unlucky. unlucky غير محظوظ، unfair غير عادل، dangerous خطير، unhappy غير سعيد. طبعا ايه dangerous؟ صالح needed his نقط to travel to Italy. صالح محتاج ايه عشان يسافر ايطاليا؟ passport جواز السفر، tourist سائح، hotel فندق، swimming pool حمام سباحة. طبعا محتاج ايه يا ولاد الباسبورت؟ اي دولة محتاج تسافر لازم يكون معاك الباسبورت. The smoke from the fire، الدخان من الحريق، makes me، جعلني ايه؟ cold، عندي برد، excited، متحمس، sad، حزين، ولا makes me cough، خلاني اكح. يكح كف طبعا، ايه يكح كف. I can see a great view، استطيع ان ارى منظر طبيعي رائع. from، انا قلت كلمة view في الفيديوهات مرتبطة بكلمة تاني، مرتبطة بشاور دوش، اوفن فور، ولا بالكوني، بلكونه، ولا كلوز الخزانه. قلت البالكوني مرتبطه بالفيو، هشوف منظر طبيعي منين؟ من البالكوني. السؤال التالت في الامتحان وعليه 4 درجات. سؤال الاختيارات برضه يا ولاد التشوز ده كان عليه برضه 4 ماركس، كل واحده بدرجه. السؤال التالت اللي هو بنكمل الفراغات بالكلمات برضه عليه 4 ماركس، 4 درجات. ريد اند كومبليت ذا تكست وذ ووردز ان ذا بوكس. يلا بينا نبدا. بيقول لي فيلدس حقول، كول يعني رائع، sell يبيع، unfair غير عادل، shade zill. Trees are important in our life، الأشجار مهمة في حياتنا. They give us food and، بيدونا طعام وإيه يا ولاد؟ وشيد الظل. When we sit under the tree، لما بنقعد تحت الشجرة، on hot days في الأيام الحارة، we feel، بنشعر بإيه؟ و feel cool، الطقس بيكون رائع. فارمرز الفلاحين plant more trees، بيزرعوا المزيد من الأشجار، in their fields في الحقول. They get a lot of fruit from these trees and، بيحصلوا على الكثير من الفاكهة من هذه الأشجار. and a them at the market sell، بيبيعوها في السوق. يبقى دي كده زيادة، بيديني واحدة زيادة عشان نفكر كده ونشغل دماغنا. Read the text and answer the questions. Honey العسل is very useful in our life،
العسل مفيد جدا في حياتنا. So my dad buys it all the time. عشان كده بابا بيشتريه لنا ايه طول الوقت. I enjoy eating for breakfast. بستمتع بيه على الفطار. And I can mix it with milk with sorry when I have a cough. ممكن ان اخلطه باللبن لما يكون عندي كحة. My mom puts it in some food like بسبوسة. ماما بتحطه لنا بعض الأكلات زي البسبوسة. Honey contains things that can help to kill bacteria. العسل بيحتوي على حاجات تقتل البكتيريا or to use as a treatment. ممكن نستخدمه علاج for some injuries بعض الإصابات. When you have a sore throat لما يكون عندك التهاب في الحلق. You can have honey. ممكن تتناول العسل with lemon بالليمون. Egyptian doctors الأطباء المصريون use the honey to treat wounds. استخدموا العسل لعلاج الحروق سوري أو الجروح. Around 5000 years ago من أكتر من 5000 سنة. We can get honey from the bees. بنحصل على العسل من يا ولاد من إيه؟ من النحل. أسئلة الإيه؟ القطعة. طبعا بيجيب لي جملتين اختيارات سؤالين بنجاوب عليهم. Choose the correct answer from A, B, C or D. The main idea is about. الفكرة الرئيسية للنص ده بيتكلم على بسبوسة milk honey lemon. طبعا بيتكلم على الهوني. If you have a sore throat لو انت عندك التهاب في الحلق. You can have honey with تشرب عسل بإيه؟ treatment بالعلاج الليمون بالليمون بسبوسة بالبسبوسة ولا بالملك باللبن؟ طبعا يا ولاد لو انا عندي التهاب في الحلق يبقى ايه العسل بالايه بالليمون. طيب answer the following questions. Where can you get honey؟ بنحصل على عسل منين يا ولاد؟ from bees من النحل. طيب why does dad buy honey all the time؟ ليه بابا بيشتري العسل طول الوقت؟ ليه؟ نرجع على القطعة هنقول هنا بيقول لي honey is very useful in our life so my dad buys it all the time. العسل مفيد جدا في حياتنا عشان كده بابا بيشتري كل يوم. هو ده السبب بقى. هنقول هنجي هنا ونضيف كلمة ايه وبيقول لي why لماذا؟ نقول because honey is very useful in our life. لأن العسل مهم جدا في حياتنا. ودي إجابة السؤال يا ولاد الرابع. يبقى ليه بابا بيشتري buys honey all the time؟ because honey is very useful in our life. تمام. السؤال الخامس في الامتحان put the words in the correct order to make correct sentence. عليه درجتين. كل جملة عليها جملة في الدرجة في الترتيب يا ولاد. ماشي. المفروض بيجي لي كلمة تحتها خط. يبقى سالي helped her mom ساعدت مامتها in the kitchen في المطبخ. بعد كده how do we get to the museum. كيف نذهب إلى المتحف أو نصل إلى المتحف. read and write the correct form of words between brackets. طبعا بيجي لي السؤال بعد كده تصحيح الخطأ برضه كل واحدة عليها درجة. بتكون عندك كلمة بين قوسين غلط واحنا بنصححها. last 3 العام الماضي I can't ride a bike. لا أستطيع أن أركب الدراج وإذا لم أكن أستطع فأنا كده عايزة عدم إمكانية في الماضي عشان عندي لاست تدل على الماضي يبقى couldn't. doesn't eat in the library. ده imperative. جمل الإمبريتيف جمل الأمرية تبدأ بفعل في المصدر لو مثبتة. منفية بدأ بإيه يا ولاد؟ بدونت والمصدر. فال doesn't هنخليها don't تبقى don't eat in the library. بعد كده punctuate the following. سؤال الإيه البانكتويشن. أنا بتروح على أول حرف معمول. ذات زينة في أبوستروف في ناقصة. ذات إز أ جريت أيديا داد. إنها فكرة رائعة إيه يا داد. المفروض أنا كنت أحط النقطة بقى لأن مفيش حاجة تانية ناقصة في الجملة. تمام. ولو هنا عندي إيه اسم شخص تمام كنا هنعمل إيه الحرف بتاعه كابيتال. فإحنا هنحط الأبوستروف والنقطة. السؤال الأخير في الامتحان بيقول لي write a paragraph of 30 words. عايز paragraph من ايه من 30 كلمة about باندا عن الباندا
using the following guiding elements. فاكتفاي ملف حقائق. الفول بتاكل ايه؟ بتاكل البامبو. color لونها ايه؟ black and white. هنقول لازم اسيب مسافة كده في بداية الباراجراف. last week I went with my family, رحت مع عيلتي, to the wild life park. تمام, حالة الحياة الايه؟ البرية. it was a wonderful day. كان يوم ايه؟ رائع. I saw the panda. شفت الباندا. هنقول it lives in the mountains of China. بتعيش في جبال الصين. it eats بامبو. بتاكل ايه؟ الخيزران. it's black and white. لونها ايه؟ ابيض في اسود. it can run and jump on four legs. انها تجري وتقفز على اربع اي ارجل. وتحاول بقى ايه, تجيب من عندك اي جمل تانية وتكتبها. وده يا ولاد زي ما قلنا في البداية, ده كان امتحان محافظة بورسعيد, امتحان الاسبوع العدى طبقا لاحدث مواصفات السنة دي 2024. ان شاء الله باذن الله يجيلكم منه حاجات في الامتحانات. وكفاية بس انك تخش كده ايه, تلاقي نفس نظام الاسئلة كده ونفس الورقة بالظبط كده بتاع الامتحان. فالواحد بيكون مهيأ نفسيا, حتى انا بعرفه كل سؤال عايز ايه, مش قاعد كده في اللجنه مستني لما حد كده ايه يجي يعني يوجهني ولا حاجه. وان شاء الله باذن الله ربنا ييسر لكم الامور وييسر الحال, وتكون امتحانات سهله باذن الله, ووفقكم جميعا وتقفلوا كل المواد. واذكركم يا اولاد احنا عندنا على القناه مراجعات جميع المواد وامتحانات متوقعه جميع المواد. اي حاجه بس محتاجين نفتح قائمه التشغيل بتاع المرحله اللي احنا محتاجينها. بتمنى لكم نجاح وبالتوفيق باذن الله. كانت معكم ميس هبه رجب, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.